السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطلبات الصف الثالث الثانوي، شعبة علمي علوم وشعبة علمي رياضيات. هنكمل معاكم النهاردة آخر حلقة من حلقات معادلات الكيمياء العضوية بإذن الله. نكمل المعادلة الأولانية النهاردة، طبعا دي تالت حلقة. ترتيب بقى المعادلات مش مشكلة، بس احنا ماشيين ايه بترتيب الكتاب المدرسي. خلاص يعني اللي حضر معانا الحلقتين اللي فاتهم متابع معانا، احنا واقفين النهارده عند الاستيلين. الاستيلين اللي احنا ليه اسم تاني اللي هو اسمه ايسايين. ايسايين يبقى الاستيلين عندي كربيد الكالسيوم، كربيد الكالسيوم سي اي. خلاص بنزود عليها ميه بنسميها بالتنقيط، ميه بننزلها نقطه بنقطه. 2 اتش او اتش دي الميه. طبعا الميه انا عاملها كده بالطريقه ديت عشان تبقى ايه سهله معانا. طبعا هما اتنين نعملهم على سطرين كده اتش او اتش، يبقى هنشيل الاتنين دي. يبقى دلوقتي انا عاملها انا كده ليه؟ علشان نشوف هنعمل ايه. هكسر الرابطه دي وهكسر الرابطه دي، ركزوا معايا. يبقى الكالسيوم ده اهو ها هياخد الاتنين هيدروكسيد ويطلع ماء الجير. يبقى ده سهم هيديني سي اي او اتش كل تو، اللي باقي ايه؟ بصوا كده معايا ها، مفيش كسر هنا في الروابط التلاتة. انا كسرت الرابطة ما بين الكالسيوم والكربون والكالسيوم والكربون، خلاص لان الكالسيوم ثنائي يبقى لازم معاه رابطتين. يبقى انا لما كسرت هنا الكالسيوم خد حقه 2 الكترون دخل بيهم مع الاتنين هيدروكسيد اللي هنا، خلاص وطلع فعلا اهو. طيب الهيدروجين، الهيدروجين ليه نقطة هنا ونقطة هنا، يعني الكترون والكترون، طبعا بيجي مكان النقطتين اللي هنا بتوع الكربون حق الكربون، يبقى زائد السي تلات روابط اتش وهنا ايه اتش. ده الايسيلين او الايه الاستيلين. معادلة مهمة جدا كتحضير، خلاص، ومعادلة جدا كيف نحصل على الايسايين من كربيد ايه الكالسيوم، من كربيد الكالسيوم. كربيد الكالسيوم تاني ذرتين كربون بينهم رابطه ثلاثيه، والكربونتين الاثنين كربون دول متصلين بايه؟ بذره ايه؟ الكالسيوم. ادي المعادله الاولانيه النهارده في الحلقه الثالثه والاخيره، لان انا قلت لكم عاملها لكم في حدود كام؟ 30 معادله. خلاص يبقى الكيمياء العضويه المكرره علينا هذا العام حوالي 30 معادله، وماشي بترتيب ايه؟ كتاب المدرسه عشان ما نتوهش نفسنا. خلاص تعالوا بقى في المعادلة 2 و3، بصراحة مهمين جدا جدا جدا. ايه اهميتهم؟ احتراق الاستيلين او الايسايين، انا بقول لكم الاسمين اهمت عشان ايه نحفظه. احتراقه لها طريقتين. والله لو تم الاحتراق في كمية من الاكسجين، مش هنقول وفيرة لان في كمية وفيرة تانية في المعادلة التانية، المهم اللي يهمني عشان شغلنا يبقى ماشي صح، لازم السهم عليه حرارة. يعني يا مستر لو نسيت الحرارة صفر مربع في المعادلة، بدون جدال بدون جدال، لان الايسيلين او الاستيلين لو سبته 100,000 سنة ها لن يحدث له احتراق. يبقى انا بعمل حرارة، خلاص الحرارة دي اما اجي اشعلها في التجربة في اكسجين في الهواء الجو، يبقى ده اسمه احتراق للايه؟ للايسيلين او الاستيلين الايسايين. طيب شوفهم رقم 2 اهي ورقم 3 بعدها بثلاث اربع سطور C2H2 زائد، طبعا هنا 2 وهنا 2 مفيش اختلاف في الحته دي. الاختلاف عندي مره 3 اكسجين ومره ايه وفره، يعني اكتر من 3. يبقى نفهم الكلمتين دول السهم عليها ايه؟ ها حرار. نبدا شغلنا يلا نشوف النواتج. انا قلت قبل كده في الحلقه اللي فاتت واللي قبلها في الكيمياء العضويه واولى سنه وبنقولها في الكيمياء دايما، عمليه الاحتراق بينتج حاجتين اساسيين، ثاني اكسيد الكربون مع ميه، وبناء على ذلك هبدا اشتغل ايه المعادلتين بسهوله. يعني ايه؟ هل الناتج ده بس اللي هيطلع؟ لا نشوف. لما يكون في وفره في الاكسجين، بصوا كده ثاني اكسيد الكربون طالع لغايه الوقت ما وزنتش حاجه، انا حطيت لكم بس الاثنين ها في المعادلتين قدام الاستيلين، مره كميه قليله من الاكسجين ومره ايه وفره من الاكسجين. يعني ممكن يقول لي اللفظ ده اه في وفره منين؟ الاكسجين.
طب تعالوا بقى كده، ثاني اكسيد الكربون زائد ايه؟ ميه. في وفره من الاكسجين طلع لي حراره، في 3 O2 طلع لي ذرتين كربون زي ما هنطلعهم الوقت. انا ما رضيتش اكتبها، انا ما نشوفها تطلع ازاي. يلا نشتغل. كسر روابط جزيئات المواد المتفاعله، وقلنا خلي فيه ذكاء وفطنه شويه. يعني الاتنين في اتنين باربعة كام؟ 4 كربون. 4 كربون. خلاص؟ 2 في 2 هيدروجين باربعة ايه؟ هيدروجين. امسك الهيدروجين ده من رقبته واعرف ان هو هيطلب 2 اكسجين. ركزوا في الكلمة اللي بقولها. هيطلب 2 اكسجين. من كام؟ من 6. ركزوا كده معايا. 6. 6 اكسجين. هطلب رسمي 2 اكسجين ليه يا استاذ؟ عشان نجيب المية. جزيئين مية وقد كان. وانا احط هنا 2 قدام الميه. خلاص الميه خلاص طلع جزيئين منه. باقي كام من 6؟ 4 اكسجين. شوف الحوار اللي اقوله لكم بقى، هل ينفع 4 كربون مع 4 اكسجين؟ لا طبعا. وبناء عليه الاربعه كربون دهيت هنقسمها، 2 كربون هيطلعوا في الناتج، ادي 2 كربون تمام. ها والاتنين الكربون التانيين ها هتعمل ايه مع ال4 اكسجين؟ اهو. يبقى في الحالة دهيت هيطلع لي 2 ثاني اكسيد الكربون. بصراحة معادلة متوقعة، متوقعة تماما. يعني ايه تماما؟ يعني ممكن تيجي 2020 خلاص اعتبرها محطوطة ان شاء الله. اشمعنى؟ لان فيها فكرة، احتراق الاكسجين يتوقف على كمية الاكسجين اللي احنا بنستخدمها. لو كمية اكسجين غير كافية بيطلع لي جزيئين ثاني اكسيد كربون، جزيئين ميه زائد 2 كربون. وعرفنا 2 كربون طلعت ازاي، وان انا ما رضيتش اكتبها لك في النواتج او اكتبها لك في النواتج الا ما نعرف هي جت ازاي. لكن اساس معادلات الاحتراق كلها من اولى ثانوي كيمياء ان ثاني اكسيد الكربون بيطلع والميه بتطلع لما اعمل احتراق لاي ماده ايه؟ كيميائيه. خلاص. طب تعالوا هنا بقى، وفره من الاكسجين، يبقى المعادلات خلاص احنا عرفنا الاثنين كربون جت ازاي. ان انا عندي 4 كربون ها و4 اكسجين، ما ينفعش 2 كربون بس ها اللي بيخدم ال4 اكسجين. ليه يا استاذ؟ ما هو احنا عارفين ثاني اكسيد الكربون، الكربون ضعف الاكسجين في عدد ذرات، يعني 4 ذرات كربون محتاجين 8 اكسجين. طب هو محدد لي كميه الاكسجين اللي داخله، ما تقولش بقى يا مستر اشطب على الثلاثة وحط لي 4 ولا 5 ولا 6. لا، نفهم يا جماعه، قلنا كيمياء الأضوية لذيذة في هذه الجزئية. طيب نيجي في الوفرة بقى، في وفرة في الأكسجين؟ اتفضل يا أستاذ نشتغل. يلا، 4 كربون. 4 كربون. 2 في 2 ب4 هيدروجين. جينا للأوبك بتاع المية اللي هو الهيدروجين. 2 في 5 بكام يا جماعة؟ ب10 أكسجين. شوفوا مكبر الأهو عشان ما حدش يسرح كده وهو شغال ويعمل لي الايه؟ ال10 والاكسجين يعملها لي ايه؟ قد الزيرو بتاع ال10. تبقى انا حطيت 100، اقعد اكلم نفس ال100 دي بتاع ايه؟ الاكسجين بكبره خالص الرمز. طيب ال4 هيدروجين محتاجه ايه؟ طالبه ايه؟ 2 اكسجين. خلاص بقت قاعده معروف؟ ها؟ طلع لي جزئين ايه؟ ميه. خلاص وعلمت عليها صح ايه؟ طيب نكمل يلا. ما تبقى كم ال10؟ 8. اظن دول متظبطين على بعض قوي. يعني ايه يا استاذ؟ الكربون ها الاكسجين ضعفه عشان يديني ثاني اكسيد كربون. طيب ما تاخد بقى ايه؟ هتاخد عامل مشترك ايه؟ ها نشوف، هناخد عامل مشترك ايه كده؟ 4. يبقى ال4 عامل مشترك. تمام، ال4 عامل مشترك يبقى 4 CO2. بصراحه زي ما قلت معادلتين مهمين، وممكن يجي المعادلتين في امتحان واحد. خلاص، ماذا يحدث عند احتراق الايسايين او الاستيلين في كميه وفيره وفي كميه غير كافيه او غير وفيره؟ خلاص، يعني كميه قليله وكميه ايه؟ كبيره. نيجي بعد كده المعادله اللي عليها الدور رقم 4، الاستيلين. الاستيلين او الايسايين، ها بصوا كده التركيبه بتاعته، خلاص عايزين نعرف اهي، ما فيهاش مشكلة عندنا. عايزين نعمل له هدرجة، والهدرجة بتتم على مرحلتين. ما معنى هدرجة؟ يعني بنضيف له هيدروجين. قلنا هيدرة حفزية يعني بنضيف ايه؟ مية. هلجنة بنضيف هالوجين.
كلور، بروم، يود، اي حاجة من الهالوجينات. خلاص عرفنا المرة اللي فاتت قاعدة ماركونكوف وقاعدة باير. جايين ان شاء الله. ليه جايين ان شاء الله؟ لان احنا قلنا 3/4 الكيمياء العضوية اتحذفت، يبقى ديت برضو ايه نحطها في دماغنا. يبقى هنا اتش 2 ها وان اي، مش معنى اتحذفت ان هو يقلل من الجزء اللي هيجيبه في الكيمياء العضوية. لا، الكيمياء العضوية لازم تثبت ايه وضعها في الكيمياء. يبقى اتش 2 ده الهيدروجين، اضافة الهيدروجين، ركزوا معايا كده، نيكل عوامل حفازة. طب ما الهيدروجين كده تفرده كده يا مستر، ماشي اتفضل اهو. يعني افرده، ما هو اتش 2 عبارة عن ايه؟ رابطة ما بين ذرة هيدروجين وذرة هيدروجين. طب واحنا بنعمله ليه كده؟ عشان اما نقول هنكسر رابطة من الباي هنا، احنا عارفين الروابط واحدة باي فوق واحدة باي تحت والسيجما في النص. ده في الثلاث روابط. خلاص؟ في الرابطتين بتبقى واحدة باي وواحدة سيجما. في الرابطة الواحدة سيجما بس. لا يمكن كسرها. خلاص؟ يبقى الوقت هنا هوت هنكسر هنا رابطة باي. حط الكترون هنا والكترون هنا. اكسر الرابطة اللي بين الهيدروجين ها؟ هنا وهنا. ما تقول لي السيجما بقى هنا ما بين اتش واتش، لا. ده رابطة تساهمية عادية. لكن ما بين الكربون والكربون اسمها رابطة سيجما قوية جدا. رابطة باي اللي فوق ورابطة باي اللي تحت بتكسر. ولذلك احنا بدأنا باللي تحت، ممكن أبدأ باللي فوق، محدش لا عنده حاجة. المهم دي هتتكسر، وفي المعادلة اللي بعدها هنكسر اللي فوق. نكسر الرابطة بعد كده، شوفهم، شوف القلم عامل ايه؟ اهو. خلاص خلصت المعادلة. يعني ايه؟ يعني بقت رابطة تساهمية ثنائية. طب وبعدين؟ أنا استفدت ايه يعني؟ تحول المركب اللي قدامي إلى مركب آخر. يعني إيه يا أستاذ؟ ده كان الأستيلين، يعني إيسائين. طيب أمال اللي طلع لي هنا إيه؟ إيسيلين، اللي هو إيسين. طيب ما لسه واحد؟ آه نعملها. طيب هنعملها كده على طول، يلا أهو. هنا هيدروجين، أدي الرابطة اللي هنكسرها، وده النيكل كعامل ايه؟ حفاز. هنكسر الرابطه اللي باقيه هنا، الكترون والكترون. طب يلا نشغل الهيدروجينه دي هنا ها، والهيدروجينه دي هنا. طب الناتج اللي هيطلع ايه بقى؟ سي وسي، والاتش هنا والاتش هنا والاتش هنا وهنا، وهننزل ايه؟ هيدروجينه هنا وهيدروجينه هنا. اللي طلع لي هنا اسمه ايه؟ ايسان. طلع لي ايسان. إيسان؟ آه. يعني المعادلة دي ممكن أطلع منها كم سؤال؟ يلا نحسب مع بعض. كيف نحصل على الإيسان من الإيسيلين؟ أتلخبط وأقعد أقول أنا هبدأ إزاي وما أبدأش إزاي؟ واضحة جدا، إحنا عملنا إيه؟ هدرجة، إضافة إيه؟ هيدروجين. كيف نحصل على الإيسان من الأستيلين؟ هذا السؤال الثاني. كيف نحصل على الإيسان من الايه؟ الايسيلين زي ما قلنا. كيف نحصل على الايسيلين من الايه؟ من الاستيلين. كيف نحصل على الايسان من كربيد الكالسيوم؟ كيف نحصل على الايسيلين من كربيد الكالسيوم؟ طالب او طالبه تقول لي ايسيلين، ايسيلين من كربيد الكالسيوم، كربيد الكالسيوم بتاع تحضير الاستيلين. طيب ما نحضر من كربيد الكالسيوم نطلع الاستيلين، والاستيلين او الايسيين نحضر منه الايسيلين. معلش يا جماعه اللي بحط اسئله بيكتب 3 4 5 حاجات قدامه خلاص، وبقعد يطلع منها الايه؟ الاسئله. يعني ما هي الشطاره؟ يعني نمسك ورقه وقلم كده ونعمل زي ما المستشار العلمي ما بحط امتحان. خلاص ما احنا نبقى زيهم. ايه فيها ايه يعني؟ خلاص يبقى انا قدامي ورقه اهيت، ممكن ببساطه جدا اجيب اللي انا عاوزه. افرض قال لي ازاي نحضر او نجيب نحصل على ثاني اكسيد الكربون من الاستيلين، هنعمل له احتراق. كيف نحصل على ماء الجير من الايه؟ كربيد الكالسيوم، من كربيد الكالسيوم. يعني ماء الجير ممكن نحضره من كربيد الكالسيوم؟ اه، ما هو بيديني استيلين وبيديني ايه؟ ماء الجير، لما اعمل اللي هو التنقيط الماء بالنسبه لكربيد ايه؟ الكالسيوم. طيب بعد كده المعادله اللي بعديها رقم 5، رقم 5 الاستيلين هنضيف له اتش بي ار. خلاص، والناتج هنضيف له اتش بي ار، ونشوف ايه النواتج ايه اللي هتطلع لي. يعني ايه؟
ما ناتج إضافة بروميد الهيدروجين إلى الأستيلين؟ هتحصر من السؤال وأقول هجاوب إزاي. طب ما نكتب يا جماعة كده خطوة خطوة كده، هذا الأستيلين أهو اتفضل، ها هنضيف له مين؟ بروميد الهيدروجين H بي آر. ها طبعا ده مركب متجانس عشان نفتكر بس قاعدة ايه ماركونيكوف. ها كسر الرابطة هنا وكسر الرابطة هنا. كلمة اما اكسر الرابطة انا عايزكم تفتكروا ان كل واحد بياخد حقه، دي مهمة اهو. كسرت الرابطة ما بين الهيدروجين والبروم، كل واحد خد حقه تمام. بعد كده ايه شوفوا كده، دي معادي، يعني الهيدروجين جه هنا والبروم جه هنا. طيب طالب او طالبة قالت عايز اعكس، ولا حاجة، اعكسه، حط الهيدروجين الناحية التانية والبروم الناحية، خلاص ما في اي مشكلة. ها تعالوا هنا بقى كده، الرابطة اتكسر دي اللي تهمني، التلاتة بقوا من اتنين، وارجع احط الاتش هنا والاتش هنا قبل ما اتلبخ، يبقى المركب الاصلي بحطه بس بنقص منه رابطة. بعد كده اضيف له اللي انا عايز اضيفه. يعني ايه اضيف اللي انا عاوز اضيفه؟ يعني هحط هنا ذرة هيدروجين واحط هنا ايه بروم اهو، يبقى ده الناتج الاولان. طيب الناتج اللي طالع ده هعمله في معادلة تانية رقم ستة، هضيف سي اضربتين ودي اتش وهنا اتش وهنا اتش وهنا ايه بي ار وهنا بي ار. ايه اللي عمل، ايه اللي انا هعمله؟ هضيف اتش بي ار. طيب يلا معايا بقى انتوا كده اللي تقولهم هنكسر الرابطة دي يا استاذ، ما تجيبها من فوق، ما هي هي، المهم هيفضل رابطة ايه سيجما بس، ما عادش ما عدناش نيجي ناحيتها. ها ادي الكربون وادي الرابطة اللي باقية، هنا الاتش زي ما هي، البي ار زي ما هي، شطارتكم برضو ان احط المركب الاصلي زي ما هو بس ناقص ايه رابطة قبل ما اعمل اي حاجة. طب وبعدين ضيف هيدروجين هنا وضيف هنا ايه بروم، خلاص يبقى ده الناتج الاخير عندنا بالنسبة لهذه ايه المعادلة. نيجي بقى للهيدرة الحفزية للاستيلين، والمعادلة دهيت فيها تكة صغيرة نفسرها مع بعض. رقم سبعة، الهيدرة الحفزية للاستيلين. الهيدرة الحفزية دي مهمة، يعني اضافة ماء. الهيدرة لكن الهدرجة اضافة هيدروجين. الهيدرة الحفزية للاستيلين ايه اللي احنا هنعمله؟ المعادلة دي بتتم على خطوتين. الخطوة الاولانية المركب الاصلي قدامي اهو، خلاص بس كده خلاص اهو، ده الاستيلين زائد مية زائد مية، المية اتش او اتش سهم. ركزوا بقى المعلومات اللي هكتبها على السهم كده، السهم هحط 40% تركيز حمض كبريتيك H2SO4 تركيز حمض كبريتيك، و 60% كبريتات الزئبق HgSO4 60%، الشرطين دول ما يتنسوش، خلاص ادي حاجة. الحاجة التانية اكسر الرابطة هنا واكسر لي واحدة من التلاتة، ها يلا بقت رابطتين وظبط شغلك الاول على المركب بس ناقص رابطة، ماشي يبقى كده خلاص اول جزئية. الجزئية التانية، الجزئية التانية ان انا هضيف اتش، هضيف اتش واوه اتش، ده بيقول لي مركب غير ثابت، مركب غير ثابت. وما يقول لي غير ثابت يعني ايه؟ يعني اوتوماتيك هيطلع له مركب تاني حالا. مركب غير ثابت اسمه كحول الفينايل، كحول الفينايل الفينايل. طيب اعادة ترتيب، يعني ايه اعادة ترتيب؟ اعادة ترتيب بيتكتب كده على السهم، اعادة الترتيب ده اهو بصوا كده هيديني إيثانال أو الأستلدهايد، أسيتالدهايد. إيه هو الأسيتالدهايد؟ صيغة جزيئية CH3CHO، أدي صيغة جزيئية،
طب يا استاذ انا عايزها صيغه بنائيه. اتفضل يا استاذ، اهيت سي اتش 3 اهي، خلاص ادي السي الثانيه. ها بصوا كده، هنا دبل بوند او وهنا ايه اتش. طب ايه اللي حصل؟ اعاده ها الربط، كسرنا الرابطه ديت ها وشلنا اتنين هيدروجين مع بعض، خلاص، وتم استبدال الرابطه بعد ما كانت ما بين سي وسي بقت ما بين سي والاو، ودي الصيغه البنائيه او الوظيفيه للي هو الاسيتالدهايد او الالدهيد. طبعا ده اتلغى من عندنا، ولكن المعادله دي مذكور فيها مين؟ اسيتالدهايد. هتقول لي يا مستر ممكن تيجي لنا في الامتحان كيف نحصل على الاسيتالدهايد من الاستيلين؟ ان مذكوره هنا، معلش، ما احنا عملنا اعاده ترتيب طلعنا هذا المركب. المركب ده اسمه ايه؟ اسيتالدهايد او ايثانال، ومكتوب في الجزء المكرر. هي دي مشكله حذف حاجه ايثانال، مشكله حذف حاجه بدون ترتيب امور. خلاص، ترتيب امور يعني ايه؟ يعني لها علاقه بمجموعات وظيفيه اخرى. يعني الطالب او الطالبه اللي ما خلصتش كيمياء عضويه في الفتره اللي فاتت ممكن تقول لي اسيتالدهايد يعني ايه يا استاذ؟ ايثانال يعني ايه يا استاذ؟ ما هو مش عارفين لا مجموعه وظيفيه ولا خدناه. ليه؟ لان في الدروس اللي بعد دي يبقى ناخد بالنا من المعادله ديت لانها مهم. خلاص، اخر معادلتين عندنا اللي هو الاسيتالدهايد اللي طلع ده سي اتش 3 سي اتش او، لما نعمل له اكسده بيطلع لي ايه؟ حمض الاسيتك. يا استاذ ممكن تيجي؟ كل شيء جايز طالما في نطاق المكرر، لانه ما قالش احذف ها كذا وايه احذف ما يتعلق بالحاجات المحذوفه، لا. الناتج اللي طالع لي هنا اهو سي اتش 3 سي اتش او ها اكسده اهو. اتفضل يا استاذ اكسده، وبنكتب اسيدفايد بلغه الكتاب اسيدفايد كي ام ان او 4. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني برمنجانات بوتاسيوم ها، بس ايه؟ محمضه مش قلويه، يعني حامضيه، بيديني حمض الاسيتك. شوفهم الاو بتخش ما بين ها السي والاتش، والاو دي برضه بتلحقها. ركزوا تاني كده، ايه اللي هيحصل؟ الاو دي دخلت ما بين السي والاتش، والاو اللي كانت اخر واحده رجعت تاني مع الاو الجديده، يبقى طلع لي سي اتش 3 سي او او اتش. ده حمض الخليك او حمض الايه الاسيتك، طبعا ده مر علينا في السنوات اللي فاتت، او حمض ايه الخليك. طيب الاسيتالدهايد اشتغل عليه شويه. يعني ايه اشتغل عليه شويه؟ يعني الاسيتالدهايد اللي طلع ده معلش رقم 9 سي اتش 3 اللي هو ده سي اتش او، لعمل احنا هنا لما عملنا اكسده طلع حمض. لما نعمل اختزال يعني اضافه هيدروجين ريدكشن، عمليه اختزال، ها ايه اللي هيحصل؟ هيدي لي كحول ايثيلي سي اتش 3 سي اتش 2 او اتش، يبقى ده اسمه كحول ايه؟ ايثيلي. طبعا عمليه البلمره، عمليه البلمره معلش نقولها بسرعه كده، ايه حكايه البلمره؟ طبعا تجميع جزيئات صغيره لتكوين بوليمر. طب في عندنا هذا الكلام؟ عندنا البوليمر تبع الايثيلين، خلاص دي المعادله رقم 30 المفروض، اللي هي رقم 10 النهارده، خلاص، لان انا قسمتها لكم على 3 حلقات. ها بصوا كده، ادي الايثيلين، يبقى هنا الايثيلين اتش وهنا اتش وهنا اتش وهنا ايه اتش. نبص كده، اداه ايثيلين ها زائد ايثيلين. ما احنا قلنا ايه؟ البلمره عباره عن ايه؟ تجميع بوليمر وبوليمر، احنا عارفين بوليمر يعني ايه؟ مركبات صغيره، اهي اتش وهنا اتش. بص بس الفكره بتاعتها، لان عندنا جدول في الكتاب طبعا نذاكره وبورقه وقلم. خلاص، تعالوا بقى كده، انا عامل زائد اهي، يعني هنا ايثيلين وهنا ايه؟ ايثيلين. نشوف فكرتها بس كده بسرعه. اتفقنا في كسر الرابطه، ايه اللي بيحصل؟ كل واحد يا جماعه بياخد حقه من الالكترون، ودي مهمه جدا واضحه قوي في الجزئيه دي. اكسر الرابطه هنا، ها الكترون والكترون، الرابط توضح العمليه. يعني ايه الرابط تحضر توضح قدامنا؟ ان انا بقول عوامل ضغط وعوامل حفازه وحراره، يبقى ضغط ضغط وعوامل
مساعده او حفازه وايه حراره، كل الكلام ده على السهم. ليه؟ عشان نضغط جزيء مع جزيء مع كسر الرابطه هنا وكسر الرابطه هنا، هيديني ايه؟ المنظر اللي فوق ده لما يتحد مع بعضه، بصوا كده دي هتيجي معادي اهي، دي ها منتظره اتنين تانيين يكونوا. ركزوا تاني كده، الالكترون ده مع الالكترون ده تمام. طب وبعدين المركب هيقف على كده؟ ما نعملها لكم تحت اهو، اهي اهي سي، وهنا بقت رابطه واحده خلاص، سي اتش، وهنا ايه اتش. بصوا الالكترون هنا واقف اهو مستني، مستني ايه بقى؟ مستني اتنين يتعاملوا زي دول كمان. ليه؟ عشان يعمل معاهم رابطه وتانيه وتالته ورابعه، عشان يبقى اسمه بولي، بولي مر، بولي يعني عديد اهو. يبقى هنا ما انساش النقطة اللي هنا، النقطة اللي هنا يعني ايه؟ حاجة كده بتنده للجزيئات اللي باقية خلاص اهي، هنا وهنا. يبقى اما اتنين زي دول يتكونوا، بصوا دي مع دي ها هنوصلها مع بعضها كده خلاص، يبقى في الاخر يديني ايه؟ البوليمر. البوليمر ليه شكل عندنا عامله لنا اهو، اساسه الاربع ذرة هيدروجين اهو اهو خلاص، وبنعمل شرطه كده وشرطه كده، يعني هيتصل من هنا ويتصل من هنا، وبنعمل ها بصوا كده القوسين الكبار دول اهي، القوسين الكبار ده هم عد من هنا بقى للسنه اللي بعد الجاي، بوليمر بوليمر خلاص. اذا في الحاله دهيت اسمه بوليمر بولي ايثيلين. ونحفظ عندنا شويه اسامي وشويه استخدامات في جدول في كتاب المدرسه او في اي ملخص، ده لازم يتذاكر ويتحفظ ان شاء الله. دي كان اخر حاجه النهارده في حلقتنا في الثلاث حلقات اللي احنا قلناهم، المعادلات الهامه جدا ومعظمها مش قايلين معادلات هامه، مختارين معظم المعادلات بتاع الكيمياء الايه الاضويه. وقبليها عملت لكم حلقه او اتنين في التجارب بتاع الكيمياء الاضويه، واتعملت تقريبا عملتها لكم بتهيألي كلها كان في حلقه واحده، وده طبعا حاجات من الناس اللي بتطلبها وتواصل معانا، بس عايزين نشارك بقى القناه وندعم القناه عشان نتواصل معاكم باذن الله. وما تنسوش حلقات الاساسيات في الكيمياء، هتقول ما عندناش وقت، لا عندنا وقت ونبص عليها ان شاء الله. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينه دمياط الجديده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.